تصعيد في المواقف، استنفار في البر، واستفزازات في الجو، هكذا تترنح العلاقات المهتزة بين واشنطن وموسكو. في التطورات الأخيرة، قاذفات أمريكية من طراز B-52 التي يمكن أن تحمل رؤوسا نووية تقترب من الحدود الروسية في بحر البلطيق. روسيا أرسلت مقاتلات إلى الأجواء لردعها، والكرملين صرح التصرفات الأمريكية تثير توترات إضافية. الشرق الأوروبي منصة التوتر المتجدد بين موسكو وواشنطن. الكرملين اتهم الولايات المتحدة بإثارة التوتر بإرسال قاذفات قنابل قرب روسيا، مشيرا إلى أن الطائرات المقاتلة الاستراتيجية من طراز B-52 قادرة على حمل أسلحة نووية عبر بحر البلطيق. وذكرت تقارير روسية أنه جرى رصد قاذفة قنابل من طراز B-52 قرب حدود مدينتي كالينينغراد وسان بيترسبورغ الاثنين الماضي، كانت تحلق باتجاه روسيا، مما استدعى اعتراضها من جانب مقاتلتين روسيتين من طراز سوخوي. واشنطن من جهتها قالت أن عملياتها ضرورية لردع خصوم محتملين، إذ أوضحت السفارة الأمريكية في بولندا أن طائراتها الحربية كانت متوجهة إلى ليتوانيا وبولندا لإجراء تدريبات مع قوات من حلف شمال الأطلسي. اتهامات وردود تزيد التوترات وترجح إمكانية رد روسي قريبا عبر محاكاة للتحركات الأمريكية. فروسيا أيضا كانت قد أرسلت قاذفات قنابل استراتيجية في مهمات مماثلة، واعترضتها طائرات حلف شمال الأطلسي بالطريقة ذاتها. معنا الآن من بيروت مدير مؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري رياض قهوجي. مساء الخير أستاذ رياض، مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار. إلى أي مدى يمكن اعتبار هذه الحادثة تصعيدا؟ يعني البعض يقول صحيح هناك اعتراض لمقاتلات قامت بها مقاتلات روسية لهذه القاذفة الأمريكية، ولكن هذه في نهاية المطاف يعني لا يشكل توترا حقيقيا. ما رأيك في ذلك؟ علينا أن نتعود لطائرات أمريكية قرب الحدود الروسية، وبالعكس قبل بضعة أشهر كان هناك طائرات روسية، قاذفات نووية روسية في أجواء ألاسكا، ولاية ألاسكا قرب الحدود المشتركة الروسية الأمريكية في المناطق القطب الشمالي. وبالتالي نحن علينا نعتاد اليوم أننا عدنا إلى أجواء الحرب الباردة. أمريكا في وثيقة التقييم الاستراتيجي وسياسة الدفاع التي أعلنت عنها العام الماضي تحدثت بوضوح أن الجهوزية العسكرية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الخطر المتنامي للقوى العظمى وتحديدا روسيا والصين. وبالتالي اليوم هناك استعدادات إعادة برامج تسلح جديدة أمريكية لتواجه مخاطر قوى عظمى ولم تعد كما كانت خلال العقدين الماضيين لمواجهة تهديدات من حروب إرهابية وغيرها. وبالتالي نحن اليوم عدنا إلى أجواء شبيهة جدا بأجواء الحرب الباردة في التي تلت في الحقبة التي تلت انتهاء الحرب العالمية الثانية. طيب هذه الأجواء أستاذ رياض، أجواء الحرب الباردة التي أشرت إليها، وهي بالفعل يعني هناك مؤشرات على 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 وجودها. نتحدث عن مثل هذه التحركات ومناورات بشكل كبير، نتحدث عن سباق التسلح الذي أشرت إليه، نتحدث عن انسحاب من معاهدات يعني تم التوصل إليها في الماضي. هل هذه كلها مجرد يعني مناورات استعراضات، ولكن في حقيقة الأمر الأمور يعني مختلفة كثيرا عما كانت عليه الحرب الباردة أيام الاتحاد السوفيتي؟ هذه تأتي دائما يعني في عند عدة أهداف وعدة أوجه. أولا هي تأتي في سياق تثبيت الردع، معادة الردع المتبادل. هذه الدول تقوم بإما في مناورات أو في استعراضات لأسلحة جديدة والإعلان عنها. هذا يأتي في إطار الرسائل المتبادلة لجهوزية كل طرف
لتطور قوات كل طرف من أجل ردع الطرف الآخر. من الناحية الثانية هي تأتي في إطار يعني رفع المعنويات الداخلية لكل جهة، وأيضا في إطار الضغوط المتبادلة في الصراعات الجانبية، يعني إن كان في بولندا، القرم، سوريا وغيرها، فتأخذ أشكال وأبعاد مختلفة. طبعا كل حادث، كل يعني واقعة اقتراب قاذفات قنابل من أي طرف باتجاه الآخر توتر الأجواء، إنما لا تعني أن الأمور متجهة لحرب، إنما هي كما أشرت لي رسائل عن أني موجود ولا أزال أزداد قوة، وبالتالي عليك أن تتجنب تهديدي. هذه وسائل الردع المتبادل المتعارف عليها. هل هناك إمكانية برأيك أن تخرج الأمور عن السيطرة في بعض المناسبات، و يعني بسبب ربما خطأ بسيط أو سوء تقدير بسيط يتفاقم الوضع ويتطور إلى شيء يعني أكبر من ذلك؟ يبقى احتمال ضئيل، إنما هذه الدول لديها ما يسمى بالخطوط الحمر، خطوط تواصل بين قياداتها هدفها خفض التوتر. إن كان هناك جهة شعرت بتهديد كبير وقامت بتحرك عسكري، يكون هناك خط أحمر هدفه تطمين الطرف الآخر أن هذه يعني لها أهداف أخرى، وبالتالي سحب المقاتلات لتخفيف حدة التوتر ومنعه من التصعيد بشكل كبير. هذه الدول في الحرب الباردة لا تقوم بحروب مباشرة بينها، لأنها تدرك أن أي حرب ستؤدي إلى حرب نووية وبالتالي زوال الطرفين. إنهم يتقاتلون بدول صغرى، يعني الساحة السورية والساحة العراقية وساحات أخرى حول العالم تستخدم من قبل هذه القوى لتصفية حساباتها، أي حروب بالوكالة، يحاربون عبر دول وجيوش أخرى ويتجنبون المواجهة المباشرة التي هي ستتحول إلى حرب نووية بشكل سريع. هذه التوترات أستاذ رياض بين الولايات المتحدة وروسيا، ربما الطرف الأكثر الذي يشعر بأكبر كمية من القلق هو أوروبا. إلى أي مدى بالفعل يعني أوروبا قد تكون يعني قد تدفع ثمن لمثل هذا التوتر؟ طبعا أوروبا هي اليوم أو تقليديا هي ساحة المواجهة الأساسية، هي ساحة الصراع. روسيا تعتبر أوروبا خاصة شرق أوروبا أنها عمق استراتيجي بالنسبة لها. اليوم الناتو دخل في أوروبا الشرقية، تمدد عبر ضم هولندا، رومانيا، بلغاريا، وسعيه لضم جورجيا وحتى أوكرانيا يعني تحاول الانضمام إلى الناتو. هذا طبعا يرفع من منسوب الخوف والقلق الروسي ويدفعه باتجاه يعني استعراض عضلات بشكل أكبر. ومن هنا يعني نشاهد دائما قلق متزايد، نشاهد اليوم قلق متزايد في الساحة الأوروبية من عودة روسيا لممارسة سياسة فرض القوة، استخدام القوة العسكرية خاصة بعد تمددها في أوكرانيا، احتلالها لجزر القرم، تهديدها لدول البلطيق. يعني هذه هي الساحة المعتادة دائما للحرب الباردة الأمريكية الروسية. طيب في الدقيقة المتبقية أستاذ رياض، كل هذه الأشياء التي أشرت إليها تأتي في ضوء علاقات جيدة جدا على المستوى الشخصي بين الرئيس بوتين والرئيس ترامب. يعني تعلم تماما كيف أن روسيا رحبت بفوز الرئيس ترامب في الانتخابات، والعلاقات لا بأس بها. كيف نفسر هذا التناقض بين الشخصي وبين سياسات الدول؟ يعني حتى الإعلام الأمريكي يواجه صعوبة في تفسير هذا الأمر. كما نعلم هناك يعني وضع خاص في واشنطن فيما يخص إدارة ترامب، هناك بعض جهات تتهم ترامب بالتواطؤ، هناك جهات أمريكية تتهم ترامب أنه هذا استخدم
دور للمخابرات الروسية إعلاميا والآخره ليحقق فوزه. هناك تحقيق يقوم به مولر بعلاقة ترامب مع روسيا، ومن كان هناك أي تواطؤ بين الطرفين، وبالتالي هناك إشكالية اليوم حتى داخل أمريكا في هذا الخصوص. وأعتقد هذا الاتهام لترامب قد يزيد من إجراءات الإدارة الأمريكية باتجاه روسيا لإثبات أن لا تواطؤ بينهما. شكرا جزيلا لك الأستاذ رياض قهوجي، مدير مؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري، كان معنا من بيروت. شكرا جزيلا.